مرحبا بكم في قناتي، بيانفوني سور ما شين. ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم جيت نبارطاجي معاكم دي بان فارسي تري تري ديليسيوز، سوا صيف ولا شتا ولا كيما حبيتو، غدا عشا، ساهلين ماهلين هايلين. هيا تبعوني كوزينه باش نديرو مع بعضنا. هيا كيما شفنا نبداو العجينه نتاعنا. لي ميزور تاعنا عندي 250 مللتر حليب، 250 مللتر لي، عندي 250 مللتر ماء، 250 مللتر دو، عندي معاهم 10 غرام سيل، نورمالمون يديو بلوس انا ما نحبش، عندي معاهم 10 غرام سكر، عندي معاهم 8 غرام لوفور دو بيير، 8 غرامات خميرة تاع الخبز، و 10 غرامات ملح، و 10 غرامات السكر، وعندي هنا النوف اونتي اي ان بلان، يسمى عظمه كامله والابيض الاصفر خليته هنا باش من بعد نديروه بادي جوني بيه. وهنايا عندي 850، سا سبو تدي لنا 850، سا سبو نقدروا نزيدو. دوك انا نبدا نخدم معاكم ونعاود لكم لي ميزور. الوغ قلنا 250 مليلتر حليب، 250 مليلتر لي، نزيدو معاها 250 مليلتر دو، 250 مليلتر ماء، ندير معاهم قلنا 10 غرامات سكر ولا مغرف، خلطو شوية، نزيد معاهم الخميرة قلنا 8 غرامات ولا تقدرو تروحو حتى 10، ولي عندو الخميرة المعجونة يدير 20 غرام، ميلونجي باغي باش تتحرحر لنا. نجي هنا معنا النوف اونتي اي ان بلان، عظمه كامله بيضه كامله وابيض وبيض البيض، كيف كيف في ميلانج. وهكذا الحين نجيب الفرينه تاعنا ونبدا نحط فيها. بسم الله بسم الله، قلنا 850، هادي ما تجيناش عجينه جاريه، تجينا عجينه طريه بصح حكمه روحها وممتعه. ونجي ندير معاها الملح 10 غرام سال، 10 غرامات ملح، ونبداو بسم الله نلمو عجينتنا بيان سور هكذا حتى تتلم بشويه. دائما نقول لكم العجينات ما تخافوش منهم، اسهل حاجه هي العجينه. وانا جيساي نمد لكم لي روسيت لي بلو فاسيل اللي ما فيهمش فريمون خدمه باش ما تحصلوش بها. هكذا نبقى نلم عجينتي مليح مليح. هاني شوفوا كملت عجنتها، لموها برك هكا مع بعضها. دوكا نخليوها تخمر 40 دقيقه وبعد نولي لكم باش نديروا الحشوه نتاعنا. اتو تالور. الوغ نبداو اول حشوه تاعنا. انا هنا درت شويه زيت وليو ندير فيون داشي اليوم بدلت، هو سي لو ميم كونسيبت تاع فيون داشي، ها هو راهي في ستيك، دو ستيك ولا ثلاثه قطعتهم هكذا في الطول ونحطوهم يفيدو. حتى يخرجوا لنا كاع ماهم. شوفوا هاي طرقت كاع الماء تاعها. نجيب نحطلو البصل هو الاول، نسحقو البصل، عندي شويه فلفل حلو وعندي حبيبه طوماطيش. انا نبدا بالبصل هو الاول هكا. انا شوفو البصل نزيد لها هنا الفلفل الحلو هكذا، حتى وين يدبال
شوفوا دوك نزيد الطماطيش هكا مع النوس، نخليوهم يشربوا مع بعضهم كاع، يبقى ميجوتون تو بتي بو كاع كيف كيف مع بعضهم. هكذا انا لي زيبيس، عندي فلفل عكري وعندي ملح وفلفل كحل، نخلط ونخليهم يطيبوا، وبعد ما يطيبوا نخليهم يبردوا. راني نوريهم لكم هكذا بيان ميلونجي ونخليهم. شوفوا الحشو تاعنا الثاني، درت بطاطا هاهي، نقص شويه هكذا بطاطا هاهي، هما في لاغوسيط الحقانية بطاطا ماشي طايبة، أنا غنيتها ودرت معاها بصلة جلي فيت غوفونيغ، لي حب بصل أخضر يخليه أخضر، درت هاهو الملح شوية فلفل أكحل ودرت شوية طو، هي الوصفة ما فيهاش طو، أنا حبيت نزيد. دوك نخلطوها برك مع بعضنا هكذا ونخليوها قبل ما نبداو نوجدو العجينة نتاعنا. فوالا أتو تسويت. هنا ولينا على العجينه، هاي عجينتنا خمرت، دوك نقلبها سيغ لو بلان طرافاي ونقسموها. نقلبو عجينتنا بسم الله، هاي كب نقسموها سوا على سته ولا على خمسه خبزات كيما حبيتو. نجيو نقسمو عجينتنا، كيما قلتلكم تحبو خمسة ولا تحبو ستة كيما حبيتو. نزيدوها شوية سارينا برك، نديرو لو بولاج تاعنا باش نديرو لا فورمي خبزاتنا ان شاء الله. هكذا نحطوها دو كوتي. دوكا نبداو نخدمو عجينتنا هكذا، نحط شويه فرينه نجي نحلها بسم الله. شوفوا كيما حليتها هكا، نجيبو شويه زبده رايه بيان سور، ندهنها كومبلي، حبو ديرو بيديكم ديرو هكا، ارصفا صوت لا كوكوت كمعيش هكذا. بعد نجي انا عجينتي نطوي الاولى، هاي باينه هكذا، ولا نديرها شويه هادي تاني ان تو بتي بو ماشي حاجه. نزيد نجي الكوتي هذا نطوي، نسيي نسقمها كيف 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 كيف، نزندلها شويه نجي هنا يجي رول هكا، هاكا تشوفو الرولي هكا، ونخدولها الفارينة تاعها زيت هكا ونزيد ونزيد هكا كيما راه هكا، ونحطها دوكوتي نكملهم قاع ونوليكم. نبدل معاكم واحدة أخرى، نبدا نضع ايطالي في قاع لا سيرفاس
نجي من الطويو نسقمو هنا في الوسط كيف كيف نقلها حتى البيض هكذا نزيد نجي جهة أخرى نطوي نقلها غير شوية نجي هنا ينضع أولي هكذا نسيب عدلوها هكذا خليهم يسوغوا بس شوية نجي نكملهم معاكم على نجي وريحوا بعد ما ريحت عجينتنا نجي ونحلوها في فرينة نسمي بسم الله ونبدأ نحلوها هكذا انا حنقول لكم حاجه انا هذه كي تحلوها هكا اي تغزل معاكم تغزلكم تو انتم تجبدوا وهي تجبد انا جينيرال شفي سا نحل شويه خليها تريح طوني نحل دوزيام تكون هي ريحت شويه نعاود نوري نحلها هذه استوس باسكو تقعد تعذبكم تبقى ريحه جايه شوفوها تبداو تحلوا فيها خليكمش تحلوها نورمال باغي نخليها شوية ندير هادي ونبداو نحلو بسم الله نديرو ان كاري ولا حاشو البطاطا نجي ندير هنا نسقمو مليح هكذا طويلة باش تجينا كي الخبزة نجي نغلق غير شويه منها هكذا غير شويه باش ما يخرجناش كي الروليوه نجي ونغطي هكذا هي باينه نغطيو ونجي اي جو كومونس ا رولي عجينتنا هكذا شوية هكذا ونجيب الجرارتي جرارتي وراح شوفوا قبلها ندير دي موتيف هكذا غير هكذا ماشي حاجة متحلوهمش بزاف بس كلولين دكتان كبار نحلولي ونجي ونكمل جغول مابات شوف انا هنا ندير شوية بلون درت لها شوية بلون هكذا ولصقتها ونحطها في سنيو وندير واحدة اخرى باغي نجيبو تاع اللحم نحط هنا بعد شوية هكذا هكذا كيف كيف نجي نسيي نغطي هنا شوية برك هكذا ونجيو هنا نغطي باش ندير هكا ان بودان و جو كومونس ا رولي لا بات كي نلحق هنا نديرو هادوك لي موتيف تاوعنا نعاود نبقى حتى نلحق ليهم هكذا انا قلت لكم هنا ندير دو بلون ماذا بكم القفله تجيكم من تحت خليوهاش تخرج تنحل لكم من بعد حطوه في سنيبتنا هكذا نجي ندهنوهم ندهنوهم بالعظمات هاهو لو جون اللي خليناه يا اخي راكم شايفين وندخلوهم الكوشه بون شوفوا هنا بعد ما كملنا الخبز تاعنا اللي درناه هاك شفتوا لي زيتاب تاوعو جانا يهبل ريحته بنقول لكم تعبق الكوزينه هذا اللي درناه تاع البطاطا شوفوا الخفه تاعهم
le feuilletage شوفوا ديليسيوز هذا اللي درناه باللحم راهو كيف كيف شوفوا حباتنا كيف جاونا الشبان اسمعوا الكروستيو تاعهم ان شاء الله يا ربي وصفتنا تعجبكم وديروها ما تنساوناش بيان سور دي لايك دي كومونتير بارطاجي لا فيديو وحبكم في الله.